هنا كمان في أداة مهمة جدا يا شباب، هي أداة سحب الأرقام والبريد الإلكتروني من المواقع. هنا المطلوب من حضرتك إنك تضيف رابط الموقع اللي حضرتك عايز تسحب منه الأرقام، وبتنزل تضغط على تشغيل فقط، مفيش أي حاجة تاني، وبتسحب الأرقام والبريد الإلكتروني بكل سهولة. بعد كده يا شباب في أداة مستخرج بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، والأداة دي مهمة جدا للناس اللي بتشتغل في التسويق عبر البريد الإلكتروني، لأن الأداة دي متخصصة في استخراج البريد الإلكتروني. هنضغط على ابدأ الآن، تفتح معانا الأداة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا بيقول لك اكتب الكلمات الدالة، طبعا كل كلمة بتكون على سطر لوحدها. على سبيل المثال أنا هكتب له ملابس النساء. في الخانة التانية بيطلب منك الهاتف، هنا حضرتك بتضيف كود الدولة اللي انت عايز تستخرج منها البيانات. على سبيل المثال احنا في مصر الكود بتاعنا بيكون 20 اللي بيكون في بداية اي رقم هاتف، فهو ده المقصود برقم الهاتف في المكان ده يا شباب. بتضيف الكود، بعد كده يا شباب بننزل نضيف اللوكيشن، والمقصود باللوكيشن هنا هو الولاية او المحافظة او المنطقة اللي حضرتك عايز تستخرج منها البيانات داخل الدولة اللي انت استهدفتها عن طريق كود الدولة.